السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيلة الأخابر، اليوم معنا قنبلة من الأخبار عن منصة باينانس وتراخيص جديدة وأخبار متفرقة عن العملات الرقمية وعملة لونا كلاسيك لونا الملعونة. فلذلك إذا كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. خلينا نبلش. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما كنتم شايفين السوق نار وشرار، يعني مصحح كما توقعنا، حتى ايضا بصوتي يوم السبت وحتى ايضا بجروب البي اي بي، وتوقعنا هذا الهبوط ولله الحمد من اكثر من اسبوعين او ثلاثه عم نحكي عنه وحصلنا عليه، وان شاء الله لتلكوته عقود الفيوتشر حيكون في صعود، ممكن يكون في هبوط شوي بسيط بعد منه صعود، ما في داعي للقلق. ولا طبعا السوشيال ميديا بتبلش الدبك والله يعيننا عليهم. خلينا الان نتجه للاخبار. طيب يا شباب، مثل ما بتعرفوا كل يوم سبت عنا صوتي، بنتامل تشريفكم، يعني جدا عم بيكون صوتي جدا مهم. طبعا شارة الحيتان كلياتنا صرنا بنعرفه شو ترتيبه شو شغله، يعني هي اخر فرصه لاخر هذا الشهر الثاني. بتامل كمان انه ينضم معنا عدد اكبر بشارة الحيتان. مثل ما بتعرفوا معنى هذا الفيديو CBDC للعملة الصينية، يعني الين الرقمي الصيني، نزل على الأسواق وصار يتداوله، ومثل ما لكم شايفين يعني عم ينطرح بالبورصة. أيضا شباب معنا هذا الخبر لازم تعرفوه من منصة جوجل. حسابك إذا ما بتشتغل عليه أو ما بتفتح يوتيوب أو فيديو أو صورة أو مشاركة خلال سنتين كاملة حيتم وقف الحساب. هي ركزوا عليها، يعني أقل شيء بهالسنتين لازم تفتحوا حسابكم لو مرة وتشيكوا عليه وتشتغلوا عليه. فلذلك مشان ما ينحذف الحساب وديروا بالكم من هذا الأمر. عاجل الآن موسكو تحت النار، يعني كان في طيارات بدون طيار عم تضرب العاصمة موسكو، وهذا الشيء يعني احتمال يؤدي لحروب نووية. خليكم حذرين، هذا أمر ما في مصحة. تمام، هذا المؤشر كتير مهم، نحن بنعتمد فيه إن شاء الله لدورة المضاربة حنشرحه. هذا من أحد أهم المؤشرات الكتير مهمة بالسوق. عبيقل لي هون المؤشر شباب أنه البير ماركت رسميا انتهى. تمام يا شباب، رسميا انتهى. هذا المؤشر كان أكثر من مرة بالبير ماركت يحدد لي النقاط، تمام، انه كان فيها بير ماركت والبير ماركت كيف انتهى، ولقلقها تقلب باللون الاصفر فهو خلص الامور بخير. الاخضر تفاؤل اكبر، والازرق يعني شيء خيال علمي، ان شاء الله بنوصل له. تمام شباب، فلذلك يعني فيكم تقولوا البير ماركت انتهى، ما في داعي تحكوا اي شيء بهذا الامر. اي هبوط عم يصير للكوته عقود الفيوتشر، ما في داعي للقلق وما في داعي لتكبير الامور. أنا هي بنصح فيها الجميع وخصوصا مخللين الكريبتو والسوشيال ميديا والتوك والتيك توك، يعني لأنه شو توك حكي يعني زيادة عن اللزوم. طبعا الإيثيريوم الآن احتفلت بمرور 8 سنوات على إطلاقها، وهذا كتير جميل. الإيثيريوم حللوها أنه بكل ساعة بيتم حرق 140 حبة إيثيريوم. أوه ماي جاد، يعني شيء مذهل من الإيثيريوم بالحرق. تمام، كوين بيز الرئيس التنفيذي بين أرمسترونغ عم بيقول انه لجنة الأوراق المالية طلبت منه انه حذف جميع العملات وفقط انه يتداول العالم بالبيتكوين، يعني انه قال كل العملات هي سكروتي. طبعا كوين بيز رفضت هذا الأمر واتجهت للمحكمة، يعني كان عم يتحدث هذا الأمر جنان، يعني كل العملات الرقمية هي أوراق مالية، شو جنان إلا البيتكوين، ها لأنه مو معروف هذا. مثل ما لكم شايفين يعني هون الكلام كان عم يحكي بين أرمسترونغ رئيس منصة كوين بيز شو اللي اتعرض له من الـ SEC لجنة أوراق المالية. هون الخبر معي كتير مهم، عاجل منصة باينانس تحصل على تراخيص MVB. تمام، من سلطة فارا بدبي. عملت فارا شباب، حتى انا حاطها بالفي اي بي، عملت كتير حلوة اهتموا فيها، عملة صينية وإلها شغل كتير كبير، وصار إلها تراخيص بدبي وباينانس اللي استلمت التراخيص. هذا شيء جدا جدا جميل.
طبعا الصين عم بتطور البنية التحتية للبلوكشين بشانغهاي حلول عام 2025. الصين متجهة بقوة إلى العملات الرقمية. هون كمان الخبر انه عملت فارا كيف انقبلت بمنصة باينانس بدبي بعد ما حصلت على ترخيص. شباب معنا هون ارباح الخدمة المدفوعة للفي اي بي اكثر من 792% على ربح التراكمي. ومو بس هيك كمان شباب، وبنفس الوقت يعني كان اقل ربح عنا هو الاس او اس، واكثر ربح هي الاكس ال ام الاكس ار بي والاجاكس وسولانا. وما فاجأتني غير سولونا يا شباب للأمانة والله، واليو اس تي سي كمان حققنا منه مكاسب جل طيبة. فلذلك يعني هاي الأرباح كانت كتير جميلة من خدمة المدفوعة الفي اي بي. نتأمل تشريفكم تنضموا إلنا وإن شاء الله تحققوا مكاسب كتير طيبة. معنى هذا الخبر كتير مزعج، لازم ندير بالنا. عملة اسمها بالد، تمام، أو بيلد، ما بعرف إذا عم بلفظها صح، قولي بالتعليقات. العملة هبطت أكثر من 80%، وكمان بنفس الوقت يعني حتصير صفار شوي تانية. تمام شباب، ليش هيك هبطت العملة مع أنه هي كانت على شبكة رئيسية على الكوين بيز؟ ليش هبطت؟ أولا تعرف السوشيال ميديا كيف بتسوق للعملات الشيت كوين أو الميم كوين، تمام، يعني أنه هي العملة حتحقق مكاسب، حتكون قاتلة البيتكوين بل قاتلة الإيثيريوم. ولذلك يا شباب طبعا المجتمع سد العالم وفات فيهم وخسر كل اموال، الله يسامحهم. دائما بنبه لا تفوتوا بالعملات الجديده ابدا ابدا، فوتوا بالعملات القديمه. وحكيت هذا الكلام اكثر من مناسبه بس مع الاسف ما حدا عم يسمعني وبيقول انا خليني فوت وممكن اربح وضربه حظ. لا، اعطيهم للمحتاجين، صدقني احسن واضمن لك. طبعا عملت سي ار في يعني كلياتنا بنعرفها، حتى موجوده عندي بالجروب الفي اي بي، وانا متوقع هبوطه يعني، تمام. فيها ثغره بالعقد الذكي للبروتوكول بتؤدي لسرقه اكثر من 40 مليون دولار. وبنفس الوقت العمله هبطت اكثر من 15%، يعني كان هبوط مدوي الى للعمله وغير متوقع مع الامانه. إن شاء الله بيقدروا يستعوضوا الأموال كلها، العملة كتير حلوة يعني وقوية. طيب يا شباب، معنا أيضا هذا الخبر عن عملة FTT، يعني منصة FTX الآن حترجع للتداول كما توقعت، وأيضا أخذت على عاتق المخاطرة، وأيضا حققنا منها مكاسب جل طيبة بالفي آي بي والعادية. فلذلك عملة FTT في الأيام القادمة إلى شغل كتير جميل رح بيكون، تمام. منصة باينانس، منصة باينانس عادت للسوق الياباني ونزلت العملات البيتكوين، الإثيريوم، الشيبا، الدوج، وأيضا جيزمي. فلذلك منصة باينانس رجعت ولله الحمد للسوق اليابانية وعم ترجع كل مالها أقوى من أقبى من قبل. طبعا معنا آخر خبر، عملة لونا كلاسيك، يعني هذا الفيديو كتير جميل عن عملة لونا كلاسيك، كيف عم تهبط وكيف بتمشي وكيف رد بترجع من أول وجديد. وبتعرفوا كمان ايضا عملة لونا كلاسيك تم الحرق عليها 1.4 مليار من منصة باينانس. هو الحرق مو كمية كبيرة بس اوكي جميل لا بأس به. فلذلك هاي العملة الى شغل مستقبلا، الامر بده صبر. القاع مثل ما قلنا لكم هو 4 و8 بقرب المناطق القاع، يعني هدول القاع، هدول فتنا دخلنا بالقاع وان شاء الله بنلاقي ارتدادات. بس لا تيجي تقولوا لي عملة لونا كلاسيك حتوصل لدولار والارقام هي، خلينا نكون واقعيين، خلينا نستخدم عقلنا، تمام شباب. فلذلك عملة لونا كلاسيك يلي انا شايفه ما راح توصل اكثر يعني من خلينا نقول تكسر صفر بالبورن هذا القادم، تمام. مستحيل توصل 1 دولار، هذا أمر مستبعد، يعني بدنا أكثر من 5 تريليون دولار، وهذا رقم فلكي وغير موجود يعني يحطوه فقط بعملة لونا كلاسيك. خلينا نكون واقعيين أكثر، تمام شباب. إن شاء الله أكون قدرت تفيدكم بهالقنبلة من الأخبار ومن الأحداث والتطورات بعالم الكريبتو، تمام شباب. طبعا يا شباب لا تنسونا من اللايك والدعم للمحتوى والسبسكرايب، خلينا نشوفكم برابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف بجروبنا، فضلا وليس امرا. بدل انك بالنهايه That is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys. Bye bye guys.